شيء شعور بالسعادة طبعا وشعور أكبر بالفخر، لأنه أنا فخور بالشيء اللي تحقق، فخور بانتصار سوريا اللي هو انتصار لنا جميعا في سوريا وفي لبنان وفلسطين وفي بلاد الشام، وانتصار لجميع العرب. لذلك معرض دمشق الدولي الثاني يعني بعد الأحداث، لأنه أنا شاركت العام الفائت بالمعرض الأول، بس هذا المعرض يؤكد مرة قاطعة بأن سوريا الحمد لله استعادت أنفاسها واستعادت حياتها الطبيعية، وهي الآن في طور إعادة البناء وفي طور يعني العودة إلى الحياة الطبيعية. نزلنا ده حماس إن بنقول للناس إن سوريا عادت، عادت مرة أخرى. كون في النهاردة معرض دمشق الدولي وكل هذه الأجنحة والعالم مشارك فيها، معناها إن عادت للشغل مرة أخرى، عادت للحياة الاقتصادية مرة أخرى، يعني في تغير وفي تطور حاصل في البلد. فده عايزين نوصله للناس كلها إن سوريا عادت، وإن شاء الله تعود أكتر وبقوة أكتر، ويكون يعني الانتصار الكامل العظيم اللي إن شاء الله قريبا أجي أحتفل معاكم بيه بإذن الله. معرض دمشق الدولي ده معرض عريق، يعني وافتكر انه هو صنه معرض القاهرة الدولي ايضا، ضارب في الزمان بعيد يعني، فشيء مفرح جدا انه يعود تاني، والواحد يعني يأمل ان شاء الله ان تعود كافة الانشطة اللي كانت تقام في دمشق الشام. هي دليل على انه سوريا بألف خير، ويا كل العرب اللي عن جد بتحبوا سوريا طاعوا على سوريا. أنا اليوم دخلت من الحدود لهون ما توقعت كمية الجمال اللي شفته على الطريق، قديش حلوة وقديش ما توقعت إنه أنا جاي على سوريا. أنا آخر مرة كنت بمهرجان دمشق الدولي للسينما 2011 2018، لقيت أحلى. فبدي أقول للناس سوريا بألف خير إن شاء الله، وهذا انتصار كبير.